شو بدي شو اعمل لك يعني فوت احكي مع مثل الناس بس احكي معك يا عمي فوت انت ايش بدك انا بحبش الخير خلص روح اقعد بالجنب طير ليش اقعد بالجنب طير طير يلا توكل على الله بحكي بحكي لك توكل على الله يا معك تصيح يا زلمه تصيح انت تفشش تفشش يا زلمه تفشش لو سمحت ممكن تشتري لي هالدواء يا حبيبي وليد بيمثل دور شخص من ذوي الإعاقة ومحتاج دواء من الصيدلية ممكن بس تشتري لي هالدواء يا حبيبي هل عني يا عمي أما محمد بيمثل دور شخص ما بحب يعمل خير لكن معك باحترام تحكي معي منيح بتصير بينهم مشادة أمام الصيدلية فشو راح تكون ردة فعل النشام يا عمي فوت شو بدي شو أعمل لك يعني فوت احكي معي مثل الناس بس أحكي معك يا عمي فوت فوت بقول لك هي طلع كيف تقدر تفوت احكي معي بكل احترام بقول لك طلعنا على الصيدلية طلع كيف بيحكي يا زلمة شكرا الليلة غلبتك ما في ستيب ما بتقدر تطلع حكيت عن اشي تساعد الزلمة معلمتك تساعد الزلمة بس دقيقة حكيت عن اشي لا ما حكى شيء حكى عن اشي لا شو حكيت عنه بحنا باحترام تمام وطي صوتك وطي صوتك بقول له دخلنا على الصيدلية قاعد بحكي معه بقلة حياة ترى انت شايف صيدلية. كيف شايف انت كيف يا زلمة قاعد بيعلي صوته وحالته حالة ما تحكي معي هيك قول لي علي صوته شو يعلي صوته يا زلمة عادي هو يا زلمة يا زلمة هو والله بلا تستنى الله يبليك يعني ولا يا هي الخير بالخاوة يعني هو خير لا مش بالخاوة الخير انا مش تبع خير انا بديش اعمل خير ضروري اعمل خير لا يا زلمة انا ما بدي منك شيء عادي فوت يا عمي هي فوت فوت انت انا يا عمي انا ما بعمل خير بحبش أنا ما بحبش الخير. خلص روح اقعد بالجنب. طير. ليش اقعد بالجنب؟ طير طير يلا. باحترام يحكي باحترام بدي احكي له. هيو باحترام. قاعد بصلى كيف قاعد بصيح يا زلمة. لا هيك بيحكي هو هيك احترام عنده. يا زلمة قاعد بصيح ومش يا زلمة تتوكل على الله بحكي لك توكل على الله يا زلمة. تفشش يا زلمة. شو مالك يا زلمة؟ يا زلمة تتفشش يا زلمة. غلط غلط. روح من هون بس. تفشش. سيب يا زلمة. روح من هون. يا زلمة هي من متى الخير بالخاوي يا زلمة؟ بالخاور لا لا مش بالخاور يلا يا زلمه تتفشش 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 يا زلمه نزلها خد اخوي لازم تتفشش خلص تتفشش يا زلمه تتفشش معك تصيح يا زلمه معك تصيح يا اخوي الله يبارك فيك ما مش سامع كيف قاعد بيحكي انت عيب عليك يا زلمه اذا طيب روق روق عشان بدي اروق طلع تفضل ما بدي اروق شايف نسبة ذوي الإعاقة في الأردن نسبة لا بأس فيها أبداً نسبتهم تقريباً بتوصل ل 11.2% اهدى أخوي لا لا أنت ليش جاره زي ما مش مقعد هيو شغل أموره تمام أموره تمام أموره تمام معلم والله ما أنا عارف يعني الواحد بيقول لك الخير مش بالخاوة يعني هو ضل هاي المشكلة اللي إحنا فيها أصلاً هسا الأيام هاي اللي الدنيا كلها ضايعة والشباب كلها ضايعة بسبب هاي الشغلة بيقول لك الدنيا الخير بالخاوة كيف الخير غصباً عن الواحد يا زلمة غصباً عن الواحد لا بس هو بيمثل الخير بالخاوة؟ لا شعب الأردني شعب طيب يعني وعادة احنا خدومين فحاولت انه بس يكون موقف إيجابي لا أكثر أدل للشخصين للأسف الشديد أثناء إعدادنا لهذه الحلقة أنا والفريق لاحظنا انه كثير أماكن بالأردن وصدقاً أغلب الأماكن اللي شفناها هي غير مؤهلة ولا مجهزة بأبسط الأمور اللي ممكن تخلي ذوي الإعاقة وأصحاب الاحتياجات الخاصة إنهم يمارسوا أبسط الأمور في حياتهم الشاب هذا أعطى رياكشن إحنا ما كنا متوقعينه ما توقعنا نوصل لهذه المرحلة يعني بردة فعل أي شخص من الأشخاص راح نجرب عليهم هذه التجربة الممثلين استفزوه بطريقة يعني عصب زيادة عن الحد اللازم البرنامج حرفياً انصنع على هاي الناس هذا هو النشمي